السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم عند قناتي شهيوات عيشة. اليوم راني غادي نشارك معكم واحد الكاطو نتاع عيد الميلاد، راه كيجي زوين بزاف. اتبعوا معايا التحضير في نفس الوقت المقادير. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو 400 مليلتر ديال لاكريم فريش، 30 فرصة يكونوا باردين مزيان. غادي نحتاجو 250 غرام ديال لاماسكابون، كاس صغير ديال السكر ما يعادل 8 غرام. غادي نجيب الإناء، لاكريم طبيعة الحال يكون بارد، لا هو ولا الإناء اللي راح حنا نطلعو فيه. بسم الله على بركة الله. غادي ندير لاكريم، لاماسكابون، السكر، السكر الفاني، تقدروا ديروا الفاني السائلة، أنا ما وجداتليش، غادي ندير غير السكر الفاني. صافي دركا غادي نخليه يطلع مزيان مزيان باش يجي لكم ثقيل. صافي دركا غادي نجيب البوش ديال الكاطو، غادي نعمر هنا لاكريم هكا، صافي نديرو على جنب، نوجد هنا كل شيء باش غادي نعمر، ندير هاد الشيكولا من هون صندوق، نديرهم هنايا كاملين. ودرك غادي نوجد باش غادي نسقي الجينواز ديالي. كاس صغير ديال السكر ما يعادل 100 غرام، كاس ديال الماء باش نديرو به السيرو اللي غادي نسقيو به الجينواز ديالنا. غادي نديرو معاه 3 طرانش ديال السيترون هكا. سمحوا لي راني ما قطعتش الجينواز قدامكم، غادي نطول عليكم الفيديو. درك غادي ندير الجينواز وغادي نبقى نسقيه بهذاك السيرو اللي درت معاكم فيه الليم. غادي نجيب هذاك البسكوي، غادي نبقى نعمر به بين الجينواز والجينواز، كيجي عاطي داك القرمشه، كيجي زوين بزاف وبنين. غادي نسقي مزيان، ندير لاكريم، ودرت طبقه الجوجه. غادي نزيد عليها لاكريم مزيان، نزيد هذاك الكندوخ هكا، تبقاو توزعوه مع المول كامل. غادي نزيد هذاك الجينواز الثالثه، صافي درت ثلاثه طبقات، هذا هي الطبقه التاليه، وغادي نبقى نزيد عليها لاكريم مزيان. صافي درك غادي نديمو لي الكاطو ديالي، صافي هكا. درك غادي نسرحو مزيان، غادي ندير عليه لاكريم ونسرحو مزيان، غادي تغطوه مزيان بلا كريم. ما تغطاو لكم شهاد الطرف بلا ما تغطيوهم. اش غادي ندير؟ غادي ندير لكم بذاك المكسرات، نحتاجو الشيكولا هذه، غادي نديرو كاس ما نديرهم في الكاسرونه، نديرو حمام ماغي وندوبو في هاد الشيكولا، ولا تقدروا تذوبوها غير في الميكرويف. غادي نجيب هاد المكسرات، هما اللي غادي نبقى ندير في الطرف ديال الكاطو، راه كيجي زوين بزاف، كيعطيو ديك القرمشه للكاطو على برا، كيجيو بنان زوينين لا في الذوق ولا في المنظر. لاحظوا شحال جا زوين هكا. صافي درك غادي نحطو هنا ونزوقو بلا كريم. انا درت هاد الزويقه ودرت الزويقه بحال هكا، نتوما عندكم الاختيار تقدروا تزوقو باش بغيتو.
باش ما زوقتو راه كيجي زوين. ها هو هكا درك راني جبت هذيك الشيكولا اللي ذوبت، ما ديروهاش سخون على الكاطو ديالكم، راه تقدر تذوب لكم لا كريم اللي وحده تبرد، عمروها في هاد الجيب. وما تقبلوش الجيب من قبل تبقى تزل عليكم، خلو حتى تعمروها هكا وتخليوها تبرد شويه. عاد تجيبوا واحد المقص ديروا لها هكا، تجيبوا واحد المقص وتقبوا ديروا لها تفاغي صغيره باش ما تسربيلكمش بالخف. صافي دوك غادي نزوقوا بحال هكا. صافي هكا خصنا نزوقو حتى هاد الشيكولا، درت لها الوريضة بهاد الشيكولا هكا، راه كتجي زوينة بزاف. بسم الله. دوك غادي نقطع معاكم واحد المورسو، شوفو كي جا من داخل. صافي ها هو الكاطو ديالي، راه جا زوين بزاف، لا في المنظر ولا في الذوق. نتمنىكم تجربوه، راه ما فيهش المكونات بزاف. صافي راني ساليت الفيديو ديالي، الا كان عجب ليكم بارطاجيو وديروا لايك باش يوصلكم كل جديد. شكرا على المشاهدين، بارك الله فيكم، بالسلامه عليكم والى الفيديو المقبل ان شاء الله.